نمر يا عمي بو نمر. عمي بو نمر يلا جاي. هلا فياض، خير؟ لسه بيصير هذا اللي عملوا معنا الاستاذ صياح؟ لا بيصيرش. شو عمل؟ شو عمل؟ شوف، رسب لنا الولد بصف. هذه بأي قانون صارت عمي؟ ابن عمنا وخي بينا ورسب لنا الولد بصفه؟ لسه بشرفك بشرفك، أنت بترضاها هذه؟ ضعيف ضعيف ضعيف. ما عندوش ولا وحدة غبي. شو بدك يا يحط له بالجلاء لهيسم؟ بعرفش، حط له نجحان. بدناش نعيد السنة مرة ثانية، هذه فيها تكاليفك يا عمي. خلص، تقبلش غير كله منتزهت. منتز تنطح منتز، وأولية هيسم بيصفوا بتاخذها من هالشوارب هون. نحك؟ الله محيي شواربك يا عمي، الله محيي شواربك، أها، الله وإيدك. نحن بدنا إياه يتعلم الولد. بدناش يطلع جحش مثلينا بلا ملاحظة يقضي عمره ورا البقر، مش حلوة. اطلع يا ابا اطلع، بقلك الله حيو البطل. قل يا شوف، في شي حدا من بيت مقعقور سبقك شي؟ لا يا ابا، انا طلعت الاول. عطرشان يا عطرشان، زقفيله للبطل زقفيله. روح جيب له صفة شوكولاتة للصبي احسن له من الزقفة. الولد اسا اخذ الاولية يقبرني. مش تتشين هذا لنزقف له؟ ومثل ما بيقول المثل، الزقفة تحت لسان ملهاش طعمة. كاني أول مرة بسمعوا هذا المثل. شغل ساعته يا سندي. خلاص يابا، صفت شوكولاتة. بقلاوة بقلاوة، اطلب اللي بدك اياه وأني حاضر. بس إيش قديش حقه؟ قل لك أمرك سيدي. حاضر سيدي. تكبرش حجرك كثير يا زلمي، بعدين فكش تضرب. بدي كبره مش سائل عن شي. اللي بده يكبر حجره بيضرب له منكوشين بالارض، بيضلش تارك ارضه عم بينط من تدشين لتدشين يا سندي. خلاص عطرشان، بلا هضمانتك اسا، بلا ما تنزعي لنا فرحتنا. سيكولا انقبر جوا، يلا انقبر عطرشان. الحقيني لقلك. اي صورة بدنا نشيل؟ اي صورة بدنا نشيل؟ مشان شو؟ بدي برمض الجلاء وعلقها محلها. مدير الناحي بجوز يفوت لعنا بالصدفة، مش حلو يلاقي صورته مش موجودة على الحيط. بجوز يتضايق إذا شاف صورة مدير المنطقة وما شافش صورته. كمان المحافظ فيناش نقرب عليه. معقول نترك مدير المنطقة ونشيل المحافظ؟ يا منشيل الاثنين يا منترك الاثنين. يا زلمي يا زلمي، عمال حكرة بكرة وارتاح، باكلهم نفس الشيء. ياقي شو حكرة بكرة؟ بلكي طلعنا شي وزير اللي بدنا نشيله. كيف نفس الشي يا عمي؟ الوزير مثل معاون الوزير. يا زلمي دخلك هلق، شو الفرق بين الوزير ومعاون الوزير؟ هلق الناس رح تعرف لك اياه الوزير واياه مش الوزير. انا بعرف، بلكي سألوني. طيب غمض عينك وحط اصبعك على حي الله واحد وقول هذا الوزير، وبقص ايدي من هون. ها من هون اذا حدا بيعرف. لسا بلا حكي فاضي. شو ما في غير عم يحضر التدشين؟ منشيل صورة هذا معاون وزير الثروة الحيوانية، من كثر ما هو طويل يلا نبين أنا وراه. عطرشان بتفك الصورة وبتخطيها مع الصور اللي بالخزانة، وبتلمع القزاز منيح مشان تبين الجلاء فيها بشكل جيد. عطرشان معقول يزعل معاون وزير الثروة الحيوانية إذا شلنا صورته؟